الصف الخامس لأنه عندي هندسة 3 1 3. سيف هات شوف يا سيف، شو عندك شغلة؟ شو جايب؟ مطرة. يا سلام المطرة دوبك تكفي، كان لازم بدك أطول. لا هلا هاي علشان تعبيها مي، تحطها هاي بالفريزر علشان هاي بتشيلها تحطها مي، تحطها بالفريزر عشان تجمد ونشرب مي. تشرب مي بقى هذا يا سلام، كثير كثير كثير. رح استحالها. هاي هي شنطتي، هاي الشنتاي حلوة كتير 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 كتير، مرتبة مرتبة كتير. يلا هات ورجينا شو عندك. أول شيء مغلف الأوراق. هذا مشان إيش مغلف الأوراق؟ مغلف الأوراق إيه بعرف شو بتحط فيه يعني أوراق. إيش أنا أوراق الاختبار مشان الشهادات مشان أي شو أوراق العمل ما هيك؟ إيه كويس حلو. رسم زوم دفتر رسم زوم جرين. حلو حلو كتير. يا سلام هدول شو هدول؟ طوابع. هدول طوابع مشان تكتب اسمك عليهم وصفك وشو المادة صح؟ ايه حلو كتير حلوات. يا سلام حلو. اشي دفتر تلوين. دفتر تلوين؟ انت ما لك حاجة دفتر تلوين اصلا ما هي؟ رسم رسم يلا هلا التسفيق يلا. غيره؟ وثاني اشي المقلمين. حلو كتير. هلا هاي كنت شوفوا كنت هذا البوط بس لا تلبسه مشان ما ترقد فيه منيح. هلا هلا هذا ايش فيه صح صح؟ نفتح هذا السحاب بالرمي. محاي محاي هاي برمي. كل واحد عنده محاي وكل واحد عنده براي بس بشوفهم محاي مع براي. حلو هات اعطيني يعني. كمان برمي. حلو تعمل مكدوس. تعال شو اللي هو افضل قلم عندي. يا سلام شو هالقلم؟ خدك هذا قلم بتكبه، تشيل وحده بتكبها؟ لا لا هذا بناقصه وحده وحده؟ لا هذا هذا قلم رصاص كسر. لا لا ما كسر هذول. ايه فكرته كسر. يلا ايه بقول هذول الباقيه كلهم الان الوان الوانك وهذول براياتك ومحاياتك واقلامك. حلو كثير. حط المقلمه هيك. حلو. هذا الدفتر كمان هذول دفاتر العربي والانجليزي والرياضيات والعلوم والتاريخ وكل شيء. وين؟ حلو حلو كثير. خلصنا ثاني سحاب، ثالث سحاب. هات لشوف شو فيهم. جو بتحكوا ايش هدول؟ كيف هاي رح نحطهم؟ هاي بنحطها هذا شو هذا؟ كذا هذا هدول استكرزات بس هذا مش هدول لا 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 هدول؟ نفخ مبلا هدول مش اي استكرزات بنحطهم هيك زي فيهم لا هدول بنحط في اول ورقه هون حطها هون ولا برا؟ لا اول ورقة من الدفتر. حلو حلو كثير مرتبات. حلو يا سلام. لا بالتخطيط لا بالتخطيط نفس بعد سلام هذول بس انا بعرف. حلو شو عندك كمان؟ هات لشوف الوان المائية. يا سلام شيء حلو والله والله الوان المائية الوان مائية حلوات كثير مبروك ان شاء الله تتهنى. وانا الجزء المفضل عندي للصف الخامس لانه عندي هندسة 3 1 3. حلو كثير. شو هاي ما شو بقلبه يعني؟ هات شو براي. هلا هاي هي براي انا مفرشه انا عدت هندسه. حلو حلو شو كان براي عندي؟ عادي عندي بتضيع كثير انت على كل حال. لا لا شو كمان عندك؟ ادوات العنايه. ادوات عناية يعني نفس تبعات اسلام هذول النيش بس انا حاطط لهم كيس. هاد الهايجين لك لك ريحه الليمون. حلو هاد فاين. حلو وهاد فاين معطر. حلو اذا خلصوا شو تعمل بعدين؟ بشتري غيرهم. ايوه حلو. خلصنا من اغراض سيف ادوات المدرسه كلها ان شاء الله. وهاي الشنطه هاي هي هاي هي ادوات المدرسه تبع سيف. يا سلام حلوات حلوات كثير حلوات. بس
ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو، لا تنسوا تصوتوا لي. ماشي يلا.